عندنا البابا نيوز في كل مكان في برنامجكم حكاوي المعز. معانا النهارده موهبه جميله جدا، شاب صاعد واعد، عمرو جمال. عمرو صوته عذب، صوته جميل جدا، تسمعه تحس ان انت بتسمع هاني شاكر. مش هطول عليكم، رحبوا معايا بعمرو جمال. اهلا بك عمرو. اهلا بك يا حسام. اولا انا عايز اشكرك على الكلام الحلو اللي انت قلته ده، يعني وكتير عليا قوي. تاني حاجه شرف ليا ان انا معاك النهارده، انت بجد يعني من اكتر الناس اللي انا بحترمهم جدا وبعزهم جدا. شكرا جدا يا عمرو. في البدايه عمرو، عرف الجمهور بيك اللي بيشوفنا دلوقتي، مين عمرو جمال؟ انا عمرو جمال، عندي 24 سنه، مطرب في اوركسترا وزاره الشباب والرياضه. تمام. إيه عمرو، انت بدات من امتى اللي انت تغني؟ بدات من امتى اللي انت تحس ان انت صوتك حلو؟ مين اللي شجعك؟ مين اللي قال لك لازم تستمر؟ والله انا الاول، انا بدات من وانا عندي 6 سنين. بدات من يعني من البيت، من عندنا في البيت سمعوا صوتي فقالوا صوتك حلو، وبدات اللي انا بقى ابدا انزل الحفلات في المدرسه، بدات بعد كده اطلع حفلات في جامعات، في نوادي، في كذا حاجه يعني. فالحمد لله شفت اراء الناس، فاراء الناس كويسه جدا، فبدات من هنا بقى اللي انا يعني اخد الثقه وابدا انطلق بقى. جوايا ليك كلام كتير نفسي اقوله، ده انت عندي حلم، لو بس اطوله. جوايا ليك كلام كتير نفسي اقوله، ده انت عندي حلم، لو بس اطوله. لو الايام تاخدني من مكاني لحد عندك، والمساك واخدك في حضني. لو الايام تاخدني من مكاني لحد عندك، والمساك واخدك في حضني، وانسى كل الدنيا بعدك مش كتير لو قلت فيك. عايزين نسمع حاجه للفنان الراحل الجميل عامر منير، هتسمعنا ايه؟ نسمع اغنيه بينا نعيش. اوكي، خد بقى المايك كده وبدا. تيرارارارا تيرارارارا تيرا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  تيرارارارا تيرارارارا تيرا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 . من أول يوم في لقانا خدني هواك، عشت معاك أحلى سنين عمري يا غالي، بان على طول ايه جوانا لما العين جت في العين، ولا حسيت باللي جرالي. بينا نعيش ده العمر ليله، ما تقوليش نستنى ليله، دي الايام جنبك جميله وعمري يا غالي لقيته معاك. بينا نعيش ده العمر ليلة، ما تقوليش نستنى ليلة، دي الأيام جنبك جميلة وعمري يا غالي لقيته معاكم. ايه الجمال ده عمرو؟ طب بناخد رأي الجمهور بقى، رأيكم يا جماعة في عمرو؟ تمام. طب في حد عايز يسمع اي اغنيه ولا حاجه يا جماعه من عمرو؟ عايزين تسمعوا حاجه من عمرو؟ غني حاجه لتامر حسني. حافظ حاجه لتامر حسني؟ شاكر، لان صوتك قريب اللي هو قربني ليه. عشان ما نزعلهمش نغني حاجه لهاني شاكر وحاجه لتامر حسني، ولا نغني لهاني شاكر؟ طب عايزين تسمعوا لهاني شاكر. طيب عارفها؟ قربني. جبتها قبل كده؟ لا. وانت لسه بتسالي؟ انت لسه بتسالي عندك؟ الوقت ليه بيفوت بسرعة وانا جنبك، كان نفسي اقولك الف ميت مليون بحبك. الوقت ليه بيفوت بسرعة وانا جنبك، كان نفسي اقولك الف ميت مليون بحبك. اول مرة تحب يا قلبي، واول يوم
وتهنى يا ما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. أول مرة ليه بيقولوا الحب قاسية، ليه بيقولوا شجن ودموع. أول حب يمر عليا أملى الدنيا فرح وشموع، افرح واملى الدنيا أغاني لنا ولا انت هنعشى تاني. افرح واملى الدنيا أغاني لنا ولا انت هنعشى تاني. أول مرة اخيرا يا عمرو، تحب تقول ايه للناس اللي هي بتشجعك وبتساندك؟ والله انا عايز اشكرهم جدا جدا جدا، لان بصراحه هم بيدوني حافز يعني كبير قوي ان انا اكمل في مشواري، وبجد يعني بشكرهم تاني جدا جدا، لان في برضه في ناس انا ما اعرفهاش وبتشجعني وواقفه جنبي ان شاء يعني حتى لو بكلمه، فبجد بشكرهم جدا وان شاء الله اكون عند حسن ظنك. شكرا جدا يا عمرو، شرفتنا النهارده. حبيبي احسن شرف ليا حبيبي. مستمرين معاكم في حكاوي المعز، انتظرونا الحلقه القادمه ان شاء الله اجمد من كل الحلقات السابقه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.